ارتدى أنصار وتيار صدري هذا اليوم خلال صلاة الجمعة كفنا أبيضا احتجاجا على ما عدوه اعتداء على المكانة الرمزية للشهيد محمد صادق الصدر في برنامج تلفزيوني على قناة محلية. ونظم أنصار التيار الصدري وقفة احتجاجية أمام مسجد الكوفة في محافظة النجف للمطالبة بمحاسبة المسيئين والمفسدين مهددين بالتصعيد في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تتناسب وحجم الإساءة التي صدرت تجاه الصدر. جاء ذلك بعد دعوة وجهها مكتب الشهيد الصدر لأنصاره بلبس الكفن الأبيض أثناء صلاة الجمعة ردا على الإساءة في برنامج تلفزيوني يبث من بغداد. يا الله من مسجد الكوفة المعظم المكان الذي وقف فيه المولى المقدس السيد محمد صادق الصدر وارتدى الكفن الأبيض وهز عروش الطغاة قبل البدء نعزي الشعب العراقي بغرق العوام في الموصل ونقول إلى الفاسدين اسمع الصوت يا الفساد بجفا الأبيض نحذركم إذا على الصدر تتعدون وعلى نزين شواربكم كلا كلا يا العملاء كلا كلا يا العملاء كلا كلا يا العملاء. هذا واستنكر خطباء الجمعة من أتباع التيار الصدري ما عدوه تجاوزا على شهيد محمد الصدر في برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات المحلية مطالبين القناة بالاعتذار الفوري. قال والله أمير المؤمنين عليه السلام قال والله لهما قال النعلين البانيين بيت الله السامعين لهما أحب إلي من أمركم هذا إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. وهذا ما حققه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه من خلال منبر الجمعة ومن خلال لبس الأكفان صار وعد الأمة وصار استعداد للتضحية. نستنكر ما قامت به دعية القناة الإعلامية من التجاوز على رمز العراق والإسلام والمسلمين ولي الله وشهيد الله السيد محمد الصدر قدس سره ونطالبهم بالاعتذار الفوري للإسلام والمسلمين وللعراقيين خصوصا فورا فننادي بأرفع الأصوات لبيك لبيك يا شهيد الله لبيك لبيك يا شهيد الله لبيك لبيك يا شهيد الله لبيك لبيك يا شهيد الله. ربا للباطل وقنواته وحاملي رايته نرفع أصواتنا كلا كلا للباطل كلا كلا